أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في الحديث السابع من باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف الحديث عن الإمام الباقر أو الإمام الجواد عليهم الصلاة والسلام يقول الإمام ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة من جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه؛ لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة. مع الحجة التي تأتيهم التي يأتيهم بها جبرائيل عليه السلام، قلت: والمحدثون أيضًا يأتيهم جبرائيل أو غيره من الملائكة عليهم السلام، قال اما الانبياء والرسل صلى الله عليهم فلا شك ولا بد لمن سواهم من اول يوم خلقت فيه الارض الى اخر فناء الدنيا ان تكون على اهل الارض حجه ينزل ذلك في تلك الليله الى من احب من عباده وايم الله لقد نزل الروح والملائكه بالامر في ليلة القدر على آدم، وأيم الله ما مات آدم إلا وله وصي. وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها، ووضع لوصيه من بعده. كان الكلام حول ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ويقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا الامام ابو جعفر الباقر او الامام ابو جعفر الجواد عليهم الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول ان ليله القدر قضاها الله سبحانه وتعالى في كل سنه وذكرها في القران الكريم فلا مجال لانكارها تاره حقيقه لم يكشف الله سبحانه وتعالى عنها لان الله شاء ان يكشف للناس بعضا من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء كما في آية الكرسي. الانسان لا يعلم الا بالمقدار الذي علمه الله سبحانه وتعالى او هيئ له وسائل العلم اما الله سبحانه وتعالى يلقي ذلك العلم في قلب الانسان أو يهيئ له وسائل العلم (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والقلوب، هذه وسائل العلم، الإنسان يسمع، يرى، يطالع، يفكر، يحصل على مجموعة من المعلومات. فهذه الطريقه التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليتعلم الانسان واحيانا الله سبحانه وتعالى يلقي العلم في قلب انسان المقدار الذي لم يكشف الله سبحانه وتعالى عنه ولم يجعل ادواته او ادواته بيد الانسان فهذا الانسان ليس, ليس مكلفا بعلمه لأن ما إلى طريق لا الله سبحانه وتعالى علمه مباشرة ولا جعل له وسيلة يعلم بها مثل كثير من الأمور الغيبية التي ينحصر معرفتها بالوحي من الله سبحانه وتعالى الله يوحي إلى أنبيائه أنبيائه أنبياؤه يبينون اذا الله سبحانه وتعالى لم يوحى الى الانبياء او اوحى اليهم لكن امرهم ان لا يذكروا ذلك للناس، فلا طريق للناس الى معرفته، لان ما عندهم ادوات واداه للوصول الى تلك المعرفه. فاذا لم يكن الانسان يمتلك الاداه، فحينئذ ليس مكلفا بذلك العلم لان الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي ايه اخرى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فما لم يجعل الله سبحانه وتعالى للانسان وسيله اليه لم يكلفه بذلك وانما كلفه بان يعلم ما جعل الله سبحانه وتعالى الطريق اليه. اذا واحد جالس في مدينه وسمع بظهور نبي له معجزه يجب عليه ان يحقق ليتبين له صدق هذا النبي. اذا ما حقق يقول كنت جاهلا هذا غير معذور. هذا جاهل مقصر وفي الحديث الشريف يقال له هلا هل تعلمت، في يوم القيامة يأتون بأناس هذا لم يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ولم ينزجر بنواهيه يقال له لماذا عصيت يقول لم أكن أعلم ما كنت أدري يقال له هل لا تعلمت أنت جاهل مقصر والجاهل المقصر والعامد سواء نعم العامد أشد لكن هذا لا يعتبر للجاهل عذرا الجاهل القصوري إذا كان للإنسان قصور لا يتمكن هذا عذر أما يتمكن لكنه بقي على جهله هذا لا يعذر الآن نفرض في عالم اليوم إذا واحد سائق خالف إشارة مرورية زين رادوا يغرموا يقول لم أكن أعلم بأن هذه العلامة مثلا تشير إلى هذا القانون يقال له لماذا لم تتعلم؟ كتيبات قوانين المرور موجودة وانت المفروض قبل ما يعطوك رخصة ان تتعلم هذه القوانين إذا ما تعلمت ولم تكن تعلم هذا جهلك ليس بعذر هذا الجاهل المقصر نعم الجاهل القاصر يعني الذي لم يكن يتمكن من الوصول الى المعرفه هذا يعذر مثلا حينما ظهر رسول الله صلى الله عليه واله في مكه المكرمه بعثه الله سبحانه وتعالى للناس اجمعين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا في ذلك الوقت كان هناك اناس يعيشون في امريكا الشماليه من الهنود الحمر، في امريكا الجنوبيه، في اقاصي بلاد اسيا. هؤلاء لم تصلهم الدعوه لا لتقصير منهم ولكن لانه ما كان طريق لوصول الدعوه اليهم. لا هم كانوا يتمكنون من ان ياتوا الى مكه المكرمه او المدينه المنوره ولا احد من هذه المناطق ذهب اليهم ليبلغ ما كانت الوسائل متوفره زين هذا مات على كفره هذا في يوم القيامه معذور على كفره لانه كان جاهلا قاصرا ما كان مستطيع ماذا يفعل الله به لأن الله سبحانه وتعالى ليس بالظلام للعبيد إذا هذا الإنسان يقال له إنك لم تكن مسلما أو لم تلتزم بالفرائض فتلقى في النار هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد زين بيّنت الروايات أن هذا الإنسان وأمثال الجاهل القاصر في يوم القيامة يمتحن كيفية الامتحان مذكورة في الروايات الله سبحانه وتعالى يخلق نارا ويأمر هؤلاء بالدخول في هذه النار فمن دخل فيها فقد نجح في الامتحان ويكون من الفائزين ولم ي... من لم يدخل فيها يسقط يطلب الإقالة الله سبحانه وتعالى يكرر الامتحان إذا سقط مرة ثانية أيضا يطلب الإقالة الله سبحانه وتعالى مرة ثالثة يكرر الامتحان له فإذا سقط في المرة الثالثة فهذا يكون مصيره مع الكفار في نار جهنم وكذلك أولاد الكفار الذين يموتون وهم صغار رضع زين رضيع أبواه كافران هذا مات هذا يلقى به في نار جهنم هذا الظل فهذا في يوم القيامة يمتحن الله سبحانه وتعالى يركب له عقلا ويمتحنه زين فإذا الجهل التقصيري لا يكون عذرا زين إذا واحد إجا وأنكر ليلة القدر يقال له ان هذا من العلم الذي بينه الله سبحانه وتعالى سوره كامله في القران الكريم سوره القدر سوره اخرى هي سوره الدخان في صدرها ذكر هذا الامر اذا انت تنكر فاما انكارك عن علم او عن جهل إذا كان إنكارك عن علم فهذا جحد وهو أسوأ أنواع الإنكار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني آل فرعون حينما رأوا معاجز نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام اليد البيضاء والعصا وغيرها من المعاجز حينما رأوها كانوا يعلمون علم اليقين بأن هذه معاجز وأن موسى صادق وأنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى واستيقنتها أنفسهم لكن لماذا جحدوا؟ الجحد هو الإنكار عن علم ظلما وعلوا فهؤلاء عصاة مصيرهم إلى النار في البرزخ يعذبون كما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني 24 ساعة هم في الصباح هم في المساء هذا في البرزخ وأما في القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وتارة واحد يجهل بليلة القدر وينكر لكن عن جهل، هذا جهله جهل تقصير، ما نزل في القرآن الكريم وقرع الأسماء واشتهر بين الناس وشاع، كيف تنكره؟ كيف لا تعلمه؟ إذا صدق أنت جاهل به فجهلك عن تقصير، وهذا إنكار لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. زين. لماذا الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة في ليلة القدر على أنبيائه ومن بعد الأنبياء على أوصيائه لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ الإمام يقول لأن الله سبحانه وتعالى شاء ان يكون على الناس حجه ومن هم الحجه هم الانبياء والاوصياء الله سبحانه وتعالى يقول قل فلله الحجه البالغه وفي ايه اخرى يقول لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. العذاب من دون إرسال حجة هذا ظلم. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". وإذا أردنا أن نهلك قرية، هل نهلكها وهم غافلون؟ لا، هذا ظلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أرسلنا الأنبياء أو الأوصياء إليهم فيأمروهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن المترفين، لكن المترفين ففسقوا فيها، تقول أمرته فعصاني، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حينما ينزل العذاب العذاب يكون عدل لأنه عقاب لهم عن جرم ارتكبوه هذا في الدنيا وكذلك بالنسبة إلى عذاب الآخرة فلا بد أن تكون على الناس حجة زين هذا الحجة لا يكون إلا بعلم لانه المفروض ان يبلغ اوامر الله سبحانه وتعالى. يبلغ نواهيه. ان يعلم بتقديراته لكي يكون تصرفه منسجما مع تقديرات الله سبحانه وتعالى. هسه احنا لسنا حججا لله على الناس. وانما نحن على اقصى حد اذا واحد يكون عالم ينقل للناس ما بينه الحجج، لكن الانبياء والاوصياء هم الحجج، فهؤلاء بالجهل لا يمكن ان يكونوا حجة، لان الحجة لا تقوم الا بعلم، زين وهؤلاء مأمورون بابلاغ تشريعات الله سبحانه وتعالى، وتشريع الله لا يناقض تكوينه. فلازم يعرفون ايضا بالتكوين حتى تبليغهم يكون منسجما مع التكوين، لانه كما ذكرنا في بعض الحلقات الماضيه التكوين منسجم مع التشريع، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان بكيفيه حينما يشرع التشريع لا يخالف تكوين الانسان. يعني الله سبحانه وتعالى لم يامر الانسان بأن مثلاً يعبد عبادة مستمرة لعشرة أيام بدون نوم، لأن هذا يخالف تكوين الانسان، الانسان لا يستطيع أن يبقى يقظاً عشرة أيام مثلاً، حتى إذا أراد ذلك خلال يوم يومين ثلاث أيام يمكن يضغط على نفسه، لكن بالنتيجة إذا تجاوز الحد النوم يستولي على الانسان او يموت هذا حدث في الحرب العالميه الثانيه كانت الحرب قائمه على اشدها وقسم من الجيش الالماني في حصار اضطروا ان يستمروا في القتال ايام متعدده فجاه استولى عليهم النوم بعد كم يوم لم ينام استولى عليه النوم بدون اختيار زين الله سبحانه وتعالى يجي يأمر إنسان بأن يعبده مستمرا عشرة أيام لا يمكن ذلك لأن هنا التشريع خالف التكوين أما الملك الذي لا يحتاج إلى نوم لا يحتاج إلى طعام الله سبحانه وتعالى يأمره أن يسجد سجدة ألف سنة أربعة آلاف سنة لا باس بذلك، لماذا؟ لان تكوين الملك بكيفيه ينسجم مع هذا التشريع. فاذا التشريع متطابق مع التكوين، زين هذا حجه الله. هل يمكن ان يكون جاهلا بالتشريع؟ ما يدري شنو يبلغ؟ يذهب الى الناس، لا يدري بانه يامرهم باي شيء. او ينهاهم عن اي شيء هذا لا يعقل فاذا لازم يكون عالم بالتشريع وايضا لكي يكون حجه لله يلزم ان يكون عالما بالتكوين يعني بالتقديرات الالهيه حتى تبليغه ينسجم مع التقديرات الالهيه احنا ما ندري كثير من الاحيان نذكر كلمات، نرشد ارشادات، بعدين يتبين ان هذه كانت ليس في المحل المناسب، لان ما عندنا علم الغيب ولا الله سبحانه وتعالى اطلعنا عليه. فاحيانا تكون كلماتنا مخالفه للتقديرات. وحتى الان مثلا في المجالس النيابيه البرلمانات، بعض الاحيان يشرعون قوانين بعد بعد ذلك يتبين لهم عدم ملائمة هذه القوانين للطبيعة البشرية، أو لطبيعة البلد، أو للإقليم، فيضطرون أن يغيروا في تلك القوانين، زين، هذا حجة الله، حجة. لازم يكون عالم بالتكوين، يعني التقديرات الإلهية، وعالم بالتشريع، ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف، في هذا المقطع، يقول بأن الله سبحانه وتعالى قضى في كل سنه ليله القدر وتهبط الملائكه في تلك الليله بتفسير الامور الى مثلها من السنه المقبله. من جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه. يعني ما انزله بعلمه كما قال في سوره النساء لكن لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه. لماذا الله سبحانه وتعالى يخبر وليه بذلك؟ يقول: لانه لا يقوم الانبياء والرسل والمحدثون الا ان تكون عليهم حجه، يعني لا يمكن ان يكون نبيا او رسولا او محدثا يعني وصي تحدثه الملائكه الا اذا كان حجه والحجه لا تكون الا بالعلم. زين العلم ينزل عليهم في ليله القدر لكن هذا لا حصر لعلمهم بذلك، الله سبحانه وتعالى في بقيه اوقات السنه ايضا ينزل الملائكه، يعني رسول الله صلى الله عليه واله، الله كان في ليله القدر ينزل عليه الملائكه فيخبرونه بالتشريع والتكوين ولكن في سائر ايام السنه ايضا كان كانت الملائكه تنزل عليه جبرائيل كان ينزل عليه اما تاكيدا لما تم ابلاغه به في ليله القدر او تاسيسا اذا هناك تقدير جديد من الله سبحانه وتعالى لان التقديرات حادثه الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها وقد يكون هناك تقدير جديد لم يكن من السابق، فالله سبحانه وتعالى يبلغ رسوله بذلك، سواء كان هذا التقدير يرتبط بالجانب التشريعي او بالجانب التكويني، زين. الراوي يسال سؤال الانبياء والرسل تنزل عليهم الملائكة وتخبرهم هذا معلوم، ولكن غير هؤلاء من الاوصياء ايضا تنزل عليهم الملائكة؟ الجواب نعم، القرآن دل على ذلك، اما بالنسبة إلى مريم فحدثتها الملائكة، وأيضا تمثل لها جبرائيل بشرا سوية وحدثها، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وكانت محدثة وجبرائيل حدثها حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن ينفخ فيها لتحمل بعيسى. أم موسى عليها الصلاة والسلام وعلى موسى الصلاة والسلام. أم موسى الله سبحانه وتعالى أوحى إليها أوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه ف. القيه في اليوم. نعم بالنسبه الى المسلمين اتفقت كلمتهم انه بعد الرسول صلى الله عليه واله كلمه الوحي لا تستعمل لانسان اخر فلذا بالنسبه الى الائمه لا يقال اوحي اليهم وانما يقال حدثوا الملائكه حدثتهم لكن الحقيقة نفس الحقيقة التحديث والوحي لا فرق بينهما من حيث الجوهر وإنما عاد اتفقت الكلمة وصار إجماع على ذلك حسب ما يقول الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه لكي يكون هناك سداً لباب من يريد أن يدعي النبوة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فهنا يسأل السائل وقلت والمحدثون أيضاً يأتيهم جبرائيل أو غيره من الملائكة لأن الآية تقول: تنزل الملائكة والروح. زين الملائكة جمع. الروح إما هو جبرائيل في هذه الآية أو مخلوق أعظم من الملائكة. روح القدس مخلوق آخر أعظم من الملائكة. على كل حال سواء كان جبرائيل هو الروح أو الروح غير جبرائيل في هذه الآية فان الذي ينزل على النبي او الوصي في ليله القدر ملائكه جمع فلذا يقول والمحدثون ايضا ياتيهم جبرائيل او غيره من الملائكه قال اما الانبياء والرسل صلى الله عليهم فلا شك هذا لا احد يشك في ذلك من المسلمين لكن ما بعد الانبياء الحجه مستمره لا تخلو الارض من حجه فلذلك لا محذوره في ان تنزل الملائكه على وصي من الاوصياء وان تحدثه كما حدث في الامم السابقه يحدث في هذه الامه ايضا وقد ذكرنا في حلقات ماضيه احاديث اخرى حول ليله القدر ان ليله القدر مستمره فالملائكه والروح ينزلون في ليله القدر زين في زمان الرسول ينزلون على الرسول، بعد الرسول ينزلون على من؟ ينزلون على لا شيء، هذا اللغو. فينزلون على شخص، من هو ذلك الشخص؟ الامر منحصر بال محمد كما ذكرنا مفصلا في حلقات ماضيه، فلذا الامام يقول: ولا بد لمن سواهم، يعني سوى الانبياء والرسل من اول يوم خلقت فيه الارض الى اخر فناء الدنيا ان تكون على اهل الارض حجه لازم تكون حجه ينزل ذلك يعني الامر في تلك الليله الى من احب من عباده الذي احبه الله سبحانه وتعالى فاصطفاه وطهره وعصمه فجعله قابلا لان تتنزل عليه الملائكه لأن يكون واسطة في التبليغ وفي التكوين بالأمر في ليلة القدر نزلت من آدم وأيب الله ما مات آدم إلا وله وصي وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووضع لوصيه من بعده هسه واحد يمكن يجي يسأل يقول في هذا الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غائب نقول غيبته لا تؤثر في هذا الأمر هو موجود الملائكة تنزل عليه يبلغونه التقديرات لأنه هو واسطة في فيض الله سبحانه وتعالى وأيضا يبلغونه ما أراده الله سبحانه وتعالى من تشريعات نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وتأكيدا يبلغونه بذلك والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا له طرقه الغيبية في إيصال ذلك الأمر إلى من يشاء يعني أحد العلماء كان عنده كلمة لطيفة يقول إن إبليس لعنه الله وهو عدو الله هذا له القدرة أن يوسوس في صدور الناس، والناس لا يشعرون به لكن يشعرون بالوسوسة فجأة الإنسان يشعر بأنه يرغب رغبة شديدة إلى ارتكاب محرم أو إلى ترك واجب هذا نتيجة وسوسة إبليس وهو عدو الله وهو يعلم بما يدور في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى اعطاه الوسيله لكي يعلم حتى يكون امتحان للخلق اذا عدو الله الذي لعنه الله يمكن ان تكون له هذه القدره بان يطلع بما في الصدور ويوسوس فيها هل يستكثر على ولي الله خليفه الله في الارض ان يطلع بما في القلوب يعني الله سبحانه وتعالى يطلعه على ما في القلوب وأن يمكنه من أن يلقي الهداية في قلوب الناس ليس بالأمر المستغرب من قدرة الله سبحانه وتعالى وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة فهو غائب لكن التكوين هو واسطة فيه والتشريع هو واسطة فيه ولا محذورة في ذلك بعد قيام الأدلة على ذلك وللحديث صلة نتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين